مرحبا متابعي بروج العقارية، متواجدين الآن في أفضل وأحلى مشاريع أو مجمعات اللي موجودة في منطقة بليتلي. المشروع اسمه يلدز ماي وورد. المجمع عبارة عن 7 أبراج، 3 أبراج خلفية و4 أبراج أمامية. الشقة اللي بنصورها في الأبراج الأمامية، نديكم تفاصيل أكثر في الفيديو الجاي. أشرح لكم الخدمات اللي موجودة في المجمع. زي ما شايفين بين الأبراج الخلفية والأمامية الخدمات اللي موجودة أنا متواجد فيها الآن. زي ما شايفين مسطحات خضراء، شلالات، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، جلسات العائلية. وما ننسى أيضا أنه موجود في البلوك اللي موجود أمامي صالة خاصة بالفتنس والمسبح، قسم للنساء وآخر قسم خاص بالرجال، يعني مسبح مغلق، صالة فتنس، حمام تركي، ساونا، هذا كله قسمين منفصلين عن بعض للنساء وللرجال. موقع المشروع يقع في منطقة بليتلي مقابل المطار، مسافة بسيطة جدا، 3 دقائق بالسيارة وإحنا إلى المطار. وأيضا مول الفورم 5 دقائق والميدان 10 دقائق، يعني منطقة مميزة جدا لأصحاب الذوق الرفيع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع، تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير أمام المبنى، تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، الدور وطلات الشقة ومساحتها. وصلنا يا جماعة الخير الدور الرابع، الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 195 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. أول ما ندخل الشقة عندنا منطقة الكوريدور، يميننا في دولاب خاص بالأحذية والعبايات، من ضمن الشقة هذا الدولاب تعاليق مع دولاب، والمنطقة هذه لوحة مفاتيح، وما ننسى تمديدات الغاز الطبيعي واصلة في المنطقة وفي المجمع أيضا. يسارنا الصالة، لو تلاحظوا مساحة الصالة تقريبا 35 متر مربع، مساحة كبيرة وجيدة. موجود دولاب خاص أيضا بالتلفزيون، أرفف جميلة ومنسقة، والأرضيات باركيه مع الممرات والغرف والصالة كلها. عندنا واجهة الصالة واجهة بحرية، وعندنا إطلالات الطبيعة كمان على أساس الأراضي اللي موجودة أمام المجمع. التدفئة المركزية زي ما قلت لكم عن طريق الغاز الطبيعي، بأساس واصل الغاز في المنطقة. نتوجه مع بعض إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحتها 3 في 3 تقريبا كمساحة غرفة، وخصوصا وهي مغلقة بالزجاج الشرايح المتحرك، فتعتبر كغرفة إضافية. إطلالتها جاية، إطلالة البلكونة بانورامية على الطبيعة وعلى المدينة والبحر، إطلالة رائعة جدا. الشقة هذه من البنايات الأمامية، فتعتبر إطلالة مباشرة على البحر. أرضيات البلكونة زي ما انتم شايفين سيراميك. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل المطبخ. مساحة المطبخ ممتازة، الدواليب جاية على جهتين، جهة جدار كامل، وعندنا قطعة إضافية هنا لحالها، فتعتبر على شكل L، مكان الثلاجة والفرن والميكرويف، بالإضافة إلى غسالة الصحون والطباخ مع شفاط. يعني مساحة جيدة ونوعية الدواليب نوعية ممتازة وذات كواليتي فاخر. التمديدات هذه تمديدات الغاز الطبيعي. نكمل تفاصيل باقي الشقة. مدخل الشقة من هنا زي ما قلت لكم، شرحنا الصالة والبلكونة والمطبخ. نكمل تفاصيل باقي الغرف. يمينا هنا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، مساحتها جيدة، ما هي صغيرة ولا هي كبيرة، مساحة متوسطة. يسارنا عندنا هنا الغرفة الأولى. لو تلاحظوا مساحة الغرف واسعة بسبب أنه مساحة الشقة جاية 195 متر مربع لثلاث غرف صالة، مساحة كبيرة وجيدة. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مساحتها كبيرة وشاسعة. ورا الباب عندنا مكان خاص بغسالة الملابس والكلوزيت والمغسلة والمروش، يعني ترتيب الأدوات الصحية جاي بشكل منظم. بجوار الغرفة رقم 1 عندنا غرفة رقم 2، مساحتها زي ما انتم شايفين تقريبا زي مساحة الغرفة رقم 1، واطلالتها على الجهة الجانبية للمجمع. نتوجه إلى الغرفة الأخيرة، غرفة الماستر. مساحة غرفة الماستر ممتازة بسبب أنه المنطقة هذه نقدر نحط فيها سرير يكفي، وعندنا منطقة خاصة بجوار الجدار هذا منطقة الدريسنج روم، منطقة غرفة تغيير الملابس، يعني نحط الدولاب في هذه المنطقة فيكون منطقة خاصة بغرفة تغيير الملابس. ومنها دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، دورة مياه متكاملة، مروش مع كلوزت والمغسلة. ولو تلاحظوا أيضا أنه في تمديدات إضافية، يعني نقدر نحط التكييف في هذا الجهة أو في هذا الجهة، يعني مرتبين التمديدات للتكييف أيضا. البلكونة هذه طلعنا لها، البلكونة هذه مش تابعة لغرفة النوم الرئيسية، وأيضا مزودة بالزجاج الشرايح. من الجهة الجانبية إطلالة البحر، ومن الجهة الخلفية إطلالة المجمع اللي هو الخدمات اللي موجودة في الخلف. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، مساحتها 195 متر مربع، وتفاصيل كاملة عنها وإطلالتها. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.